قبل ما نبلش الفيديو، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تسووا لي لايك وتشتركون بالقناة إذا كنتم مشتركين، وتفعلون زر الجرس حتى يجيكم إشعار من أنزل فيديو جديد. ويلا نبلش الفيديو. الطاقة العامة لبرج الثور. برج الثور الطاقة العامة قراءته كلش كانت غريبة. برج الثور بالفترة الحالية طاقتك العامة متركزة على علاقة ثلاثية. ممكن برج الثور تكون انت داخل علاقة ثلاثية، او ممكن شريكك راح تكتشف عنه وجود طرف ثالث بالعلاقة اللي بيناتكم. برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك نوع من الهدوء الصمت الترقب. برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك الحدس عالي، عندك طاقة شكوك اتجاه الشريك اللي انت موجود وياه. إذا ما كنت أنت صاحب العلاقة الثلاثية وكان شريكك هو صاحب العلاقة الثلاثية، البعض من برج الثور دا أشوف بآخر فترة أنتو مكتشفين طرف ثالث، أو أنتو طالعين من علاقة اكتشفتوا أنه هي كانت ثلاثية، وممكن أنتو تكونون عندكم علم أنه العلاقة ثلاثية وأنتو كنتوا مستمرين بها، فقررتوا أنه تطلعون من هاي العلاقة، تتخذون قرار أنه تنهوها. خلي نبلش، خدنا نظرة سريعة على الطاقة، خلي نبلش القراءة العملية حاليا، العمل والمادة والصحة، وبعدها يكون التركيز أكثر على القراءة العاطفية. على الصعيد المالي والمهني، برج الثور دا أشوف عندكم سفر بهذه الفترة، كنتوا أنتم منتظرين سفر، دا أشوف أكو سفر بهاي الفترة راح يصير وياكم، اكو مبلغ مالي صار لكم فترة منتظرينه او قاعد تشتغلون حتى تحصلونه، دا اشوف هذا المبلغ المالي راح يجيكم بالفترة الجاية. البعض منكم هذا المبلغ المالي ممكن يكون من شخص خارج القطر، شخص بعيد عنكم راح يقدم لكم مساعدة، شخص مسافر ممكن يدز لكم مبلغ مالي او مساعدة. على الصعيد العملي والمهني دا اشوفك قاعد تحس بالفترة الحالية بنوع من الملل والروتين من العمل اللي انت قاعد تعمله، انه دا تحس ماكو تجدد بالعمل وماكو تقدم والوضع مثل ما هو، والبعض منكم ممكن يكون عمله في تراجع. البعض الثاني دا اشوف دا يفكر انه يترك العمل اللي هو موجود به حاليا ويلجأ العمل جديد، بس هو ماخذ فترة ريست بهاي الفترة، يريد يحاول انه يضبط اموره بالفترة الجاية ويلقى العمل المناسب وبعدها ياخذ الخطوة. البعض منكم دا اشوف عنده طاقة شوية خوف، مخاوف انه هو يترك العمل اللي هو موجود به، ما يريد يتسرع، دا يحاول انه يتخذ الامور شوية بروية بهاي الفترة. بس دا اشوف اكو لك انتقالة بعملك بالفترة الحالية، البعض منكم ممكن ينفصل او يترك شراكة عمل اكتشف انه هي مو مجدية الي وما بيها نفع، شراكة بالعمل ممكن تكون انت وبعد وياك شخص شريك، دا اشوف انه ما بيناتكم تفاهم انت وهذا الشريك، ممكن يكون هذا الشريك عنده نوع من الكذب الوعود الكاذبة او التلاعب، او انه هو ما قاعد ينطيك تعبك اللي انت تستحقه، ممكن هذا الشخص يكون من النوع اللي ينطيك وعد انه بعد فترة راح يجيك فد كذا مبلغ، او انا ينطيك كذا مبلغ والمبلغ هذا ما يوصلك بالوعد اللي هو قال. عنده طاقة تأخيرات وطاقة شوية مكر وتلاعب الشريك اللي موجود وياك، فدا أشوف أنه على الصعيد العملي ممكن البعض منكم يفض شراكة صار لفترة بها، ممكن تكون 3 سنوات، ممكن تكون أقل أو 3 أشهر. هذه الشراكة اللي راح تفضها راح تكون فضتها، دا أشوف خير إلك، لأنه أنت على ما أشوف أنه أكو خبر راح يوصلك بخصوص هذا الشريك اللي أنت موجود وياه بالعمل، وراح يصير اتصال انه راح تقطع الشراكة اللي موجودة بيناتكم وتنهيها وتبلش تدور عمل جديد. البعض منكم برج الثور دا اشوف اكو فرصة عمل جايتكم، بس شوية يراد لها صبر، بيها صبر، او ممكن انتو تكونون صاركم فترة طويلة صابرين، وهذه الفترة مال العمل يعني الشغل الجديد او المبلغ راح يوصلكم من بعد الانتظار اللي انتو كنتوا منتظريه هواية. عموما على الصعيد المادي دا اشوف اكو تغييرات على صعيد العمل، واكو تقدم، اكو عندك انتقال من عمل الى عمل اخر دا تفكر بيه صار لك فترة جديد، ونفس الوقت دا اشوف اكو على الصعيد المادي مبلغ مادي راح يجيك انت منتظره صار لك فترة، فالاوضاع المادية مبدئيا ممكن نقول يعني
أنه تكون مستقرة بهاي الفترة عكس الوضع العاطفي اللي موجود. أوضاعك العملية دا أشوفها مستقرة أكثر من الوضع العاطفي. على الصعيد الصحي البعض من عندكم ممكن يكون دا يعاني من أوجاع بقلبه، يعني صار لفترة، أو نوع من الخنقة تصير عنده دائما خاصة بالليل. دا أشوف بالفترة الجاية راح تتخذ قرار أنه تراجع الطبيب على هذه الآلام اللي موجودة واللي صار لها فترة متعبتك. دا أشوف أكو تعب عندك جسدي. البعض منكم ممكن يكون متخوف من موضوع عملية ومتردد أنه هاي العملية هو يسويها أو لا. دا أشوف أنه أنت راح تاخذ القرار وراح تسوي عملية، وبعد هذه العملية هي عملية صغيرة إن شاء الله ما تخوف، بعدها دا أشوف عندك استشفاء. على الوضع الصحي دا أشوف أكو شفاء للبعض منكم اللي كانوا يمرون بأزمات صحية. أكو شفاء، أكو أخبار حلوة بخصوص الوضع الصحي بالفترة الجاية. نجي نحكي بالتفصيل عن الوضع العاطفي. أوضاعك العاطفية هذه الأسبوعين يا برج الثور دا أشوفها كلش متعبة. ما عندك استقرار عاطفي، ما عندك توازن، أنت قاعد تفتقر إلى الثبات بالفترة الحالية. البعض منكم مثل ما قلت لكم هاي القرارات تكون عكسية، ممكن أنت اكتشفت طرف ثالث بعلاقتك، أو ممكن يكون برج الثور نفسه هو العلاقة الثلاثية. وهذا اللي أنا دا أشوفه، أنه برج الثور أنت بعلاقة ثلاثية صار لك فترة، احتمال صار لك شهر أنت دا تفكر بهاي العلاقة اللي أنت موجود بها، العلاقة الثلاثية، وتريد بالفترة الحالية تفضها لأن تعبت منها. دا أشوف أكو أسرار راح تنكشف بالفترة الجاية إذا كنت أنت صاحب العلاقة الثلاثية، فأخذ الحذر. ممكن أنه الخيانة اللي أنت قاعد تقوم بها بالفترة الحالية تنكشف بالفترة الجاية. دا أشوف أكو سر راح ينكشف، أكو تلاعب راح ينكشف، طرف ثالث راح يطلع من العلاقة، أكو خروج لطرف ثالث من العلاقة، سواء كان أنت صاحب الطرف الثالث، صاحب العلاقة الثلاثية، فأكو أحد هاي الأطراف راح تقرر أنه تقطعها، لأن دا أشوفك راح تنهي علاقة ثلاثية موجودة بحياتك صار لها فترة كبيرة. أو إذا كنت أنت بداخل يعني الطرف الثاني تعرف أنه هو عنده علاقة ثلاثية، فدا أشوفه بمرحلة الاختيار وهو راح يقرر أنه يوازن بين القرارات، يتخذ قراره وينهي طرف من الأطراف، وهذا الطرف على الغالب راح يكون أنت يا برج الثور. دا أشوف راح تكتشف عن من خلال المراقبة، وكانت عندك أنت يعني مخاوف أوهام بالفترة السابقة بخصوص موضوع العلاقة الثلاثية، بس أنت كنت قاعد تكذب على نفسك مثل ما نقول. لحد ما دا أشوف راح يوصلك مسج، أو أنه أنت راح تعرف شيء معين من خلال مراقبتك راح تكشفه، تكشف موضوع العلاقة الثلاثية اللي موجودة، وراح تقرر أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص، لأنه اكتشفت أنه هاي العلاقة ما تسوى الانتظار. صار لك فترة طويلة أنت تنتظر من هذا الشخص أنه ياخذ حال، أو أنه يقرر منو يختار. ممكن يكون انه يرسم العلاقة، بس هذا شخص عنده طاقة تلاعب عالية، طاقة نارية، ممكن يكون برج القوس، برج الاسد، او برج الحمل، لانه طاقة نارية غالبة، وممكن يكون ايضا برج هواي. عموما دا اشوف العلاقة الثلاثية بهاي الاسبوعين راح تنتهي تماما، اكو طرف من الاطراف راح يخرج من هاي العلاقة، ودا أشوف أنت راح تقرر أنه تنهيها أو تقطع صلتك بأحد الأشخاص إذا كنت أنت صاحب العلاقة الثلاثية، أو بشريك نفسه إذا كان الشريك هو اللي قاعد يخون. دا أشوف عندك انفصال ويا شخص ممكن يكون برج الجدي. برج الجدي بالفترة الحالية دا أشوف هذا الشخص اللي من برج الجدي أو طاقة الترابية، ممكن يكون عذراء أو ثور مثلك، هذا الشخص دا أشوفه عندك، دا تحس أنه هو مقيدك، شخص متسلط، شخص ما يعترف بالغلط، شخص حتى بمشاعره بخيل، ما يعبر عن مشاعره، الاهتمام مالته قليل بيك بالفترة الحالية. هذا الشخص بينك وبينه كانت العلاقة مو صحية، انه بينكم تعلق زائد زيادة عن اللزوم، هو دائما يحب يفرض سيطرته عليك. هذا الشخص دا اشوف ورقته طلعت لي مقلوبة، وانت عندك طاقة التحرر، راح تتحرر من هذه العلاقة المرضية اللي انت كنت بيها والطاقة السلبية اللي مسببتها لك هاي العلاقة. ممكن تكتشف الخيانة وبعدها راح تنفصل. طبعا القراءة هذه عامة مستحيل تنطبق على الجميع، هي تنطبق على فئة معينة هم القراءة راح توصل لهم وراح يفهموها، فمو الكل من برج الثور اللي يسمع راح يكون اكو علاقة ثلاثية وخيانة، لا، هاي طلعت لي طاقة معينة ومتركزة، وورقة العلاقة
الثلاثية تقريبا كل الأوراق طلعت عندي موجودة بالقراءة، فطاقة برج الثور هذه الأسبوعين دا أشوفها طاقة الخروج من علاقة ثلاثية متعبة كانت مخليتك تقدر تاخذ قرار. دا أشوفك راح تاخذ رست بالفترة الجاية، تعيد التفكير، تاخذ مساحتك حتى تقرر، لأنه دا أشوف أكو فترة شهر كاملة أنت راح تاخذها حتى تستشفي. بعض منكم هذا السيناريو اللي صاير كان صاير قبل، فبالفترة الحالية هو بلش يستشفي من موضوع هاي العلاقة الثلاثية والعلاقة السامة اللي كان موجود بيها، لأن الورقة طلعت مقلوبة فأنت اوريدي متحرر من عندها، هاي العلاقة صار لك فترة. فاللي دا أشوفه عندك تحرر من هاي العلاقة، أكو المخاوف اللي عندك هي مخاوف حقيقية، الحدث عندك عالي بهاي الفترة، ثق بحدثك، الأشياء اللي تفكر بيها حاسة سادسة عينك الثالثة مثل ما نقول بالفترة الحالية، ما يعني موجودة صايرة عندك طاقة العين الثالثة، قاعد تشوف الأحداث، قاعد تحس بالأشياء قبل ما تصير. صار لك فترة يعني من خلال الانسحاب اللي مريت بيه، الهدوء اللي أخذته، ممكن تكون صار لك 3 أسابيع أنت ماخذ فترة هدوء ودا تفكر بينك وبين نفسك، فالحدث عندك كلش عالي. غالبا ما العين الثالثة هذه تنفتح من الإنسان يمر بأزمة وينعزل بها عن الناس، سواء كانت أزمة عاطفية أو أزمة صحية أو أيا كان الأزمات اللي ممكن يمر بها الإنسان بحياته. فمن خلال التأمل اللي دائما يسويه والتفكير الزائد، الانعزال اللي تنفتح العين الثالثة عنده، فالحدث يكون عالي، تصير عنده طاقة الروحانيات. أنت طاقة الروحانيات عندك عالية بالفترة الحالية. عفوا، ممكن تكون كنت بعلاقة متعبة وقلت لك كشفت الطرف الثالث اللي موجود، كشفت تلاعب هذا الشخص اللي كنت تتعامل وياه، خاصة إذا كانت طاقة نارية أو هوائية، لأنه هي اللي مسيطرة على العلاقة. وهنا أنا دا أشوف أيضا برج الجدي موجود عندي، وبرج السرطان أيضا ظاهر بوضوح، وبرج الأسد مثل ما قلت لكم، برج الدلو أيضا هنا ظاهر. فأيا كان البرج اللي أنتوا تتعاملون وياه، دا أشوف عندكم طاقة التخلص من هاي العلاقة السامة اللي أنتوا موجودين بيها. فأخذوا الحذر، إذا كنتوا أنتوا أصحاب العلاقة الثلاثية حاولوا أنه تتخذون قرار بالوقت المناسب، لأنه دا أشوف من هذا الأسبوع إذا كنتوا أنتوا أصحاب العلاقة الثلاثية راح تكشف العلاقة الثلاثية وشريككم راح ينهي علاقته بيكم. فإحنا شو نقول؟ نقول يعني بنقدر البلاء قبل وقوعه على قولة إخواننا المصريين. فانتوا هسه احسن ما يوقع البلا ويصير الموضوع اللي دا اشوفه انه لازم تتخذون قرار واضح، قرار صريح وقطعي بخصوص العلاقة الثلاثية اللي موجودة بحياتكم بالفترة الحالية، حتى ما توقعون بأزمة بعدين، لانه دا اشوف اكو أزمة راح تسبب لكم تعب، اكو طاقة عناد، اكو شخص عنيد، انتوا ممكن تكونون يكون هو صاحب العلاقة الثلاثية اذا كان شريككم برج الجدي، برج الثور او برج العذراء، بس انا اشوفه برج الثور وبرج الجدي هنا يعني طاقته مثل طاقتكم، طاقة العناد موجودة. فهذا شخص دا اشوفه هو متمسك بيكم رغم الغلط اللي هو مسويه، متمسك برأيه، متمسك انه هو مغلطان، هو مدى يشوف روحه على غلط بالفترة الحالية رغم انه هو على غلط، ولكن هو متمسك برأيه ومتمسك بالعلاقة الثلاثية اللي موجودة. فبالتالي انتو اللي راح تطلعون من هاي المعادلة، انتو اللي راح تتخلون عن هذا الشخص وتطلعونه من حياتكم، لانه هذا الشخص عنده طاقة الطمع، طاقة الامتلاك، يحب يتملك كل شيء. هذا الشخص قلت لكم طاقته مو حلوة، سيء السلطة. البعض من عندكم ممكن تكون العلاقة يعني علاقة زواج، ممكن يكون الطرف الثاني متزوج، او ممكن يكون القراءة عامة، وممكن يكون تكون الرجل، فممكن يكون رجل وبالفترة الحالية عنده علاقتين، علاقة بزوجته وعلاقة بأكو يعني وحدة ثانية موجودة بحياته. فدا أشوف أنه يأخذ الحذر بالفترة الحالية ويحاول أنه يقطع هاي العلاقة بسرعة، لأنه هي على وشك أنه تنكشف. البعض منكم عندهم مشاكل، المتزوجين بالأخص، دا أشوف أكو مشاكل بحياتكم صار لكم فترة، المشاكل ممكن تكون تخص الوضع المادي، دا تصير هواية خلافات بسبب هذا الموضوع، بسبب موضوع مادي شاغلكم صار لفترة. فدا أشوف بالفترة الجاية أكو استقرار من بعد إحباطات صارت وتأخيرات بموضوع معين على الصعيد العملي أو المادي، دا أشوف أكو بداية جديدة لكم، أكو استقرار مادي راح يجي، وبالتالي المشاكل شوية حاولوا أنه لا تضغطون على الشريك اللي موجود وياكم بالفترة الحالية من بخصوص الموضوع المادي.
بالأخص لأنه أغلب مشاكلكم دا أشوفها تخص الموضوع المادي اللي موجود بيناتكم بالفترة الحالية المتزوجين، دا أشوف أكو شوية عدم استقرار بالبيت ونوع من التعب صاير عندكم، طاقة الملل، بس هي فترة وتعدي إن شاء الله. خلال الأيام الجاية دا أشوف أكو أمور، الأمور راح تتحسن، راح تصير أحسن على الصعيد المادي، أموركم دا أشوفها مستقرة، بس شوية الصعيد العاطفي دا أشوفه متعب. فنصيحتي إلى برج الثور اللي دا تتابعوني، حاولوا أنو تتخلصون من طاقة العلاقة الثلاثية اللي موجودة، وإذا كنتوا اكتشفتوا الطرف الثالث وطلعتوا من العلاقة فعندكم فترة مديتيشن، يعني حاولوا شوية تتأملون تستشفون بالفترة الجاية، ودا أشوف لكم بداية جديدة ولكم قرار راح تتخذوه، القرار راح يكون بصالحكم. البعض من برج الثور العزاب دا أشوف ممكن يجيكم شخص يكون متزوج ومنفصل يتقدم لكم كموضوع زواج، بس انتو شوية راح تترددون قبل ما تقبلون عرض هذا الشخص اللي راح يعرض عليكم من خلال موضوع الزواج. والبعض الثاني دا اشوف منتظرين خبر متأخر عليكم صار لفترة، ممكن يكون هذا الخبر من شخص مسؤول بخصوص موضوع عملي او موضوع مادي معين، منتظرينه من شخص مكلفين بموضوع ومنتظرين خبر عنه. دا اشوف هذا الشخص قاعد يماطل وياكم هواية وقاعد يعطيكم وعود فارغة، احذروا من طاقة هذا الشخص اذا كنتم مكلفين شخص بمعاملة او بوضع انه يلقى لكم شغل ويطلب من عندكم اشياء لا تصدقون بيه، لانه دا اشوف عنده طاقة المماطلة، دا يماطل بالفترة الحالية هواية. كل التوفيق البرج الثور، ان شاء الله الاسبوع يكون حلو عليكم وان شاء الله تتعافون من كل الازمات وتستقر اوضاعكم العاطفية والاوضاع المادية. انطوني رأيكم بالتعليقات، واذا انطبقت عليكم القراءة ايضا كتبوا لي وقولوا لي شنو رأيكم بيها، وان شاء الله التقيكم بفيديو جديد بالفترة الجاية. تحياتي لكم، مع السلامة.